أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 68. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي الجيولوجيا على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة في الحلقة هيكون معنا أحد كوادر مادة الجيولوجيا على مستوى الجمهورية، مستر إيهاب جابر. صباح الخير يا مستر. صباح النور. تشرفنا وتشرفنا كالعادة. ومعنا أيضا مستر محمد إسماعيل. صباح الخير يا مستر. صباح الفل يا مستر، صباح الصحة والجمال إن شاء الله على كل طلبة مصر. أخبار حضرتك إيه؟ إن شاء الله الحمد لله. هنتكلم على إيه النهاردة في الحلقة إن شاء الله؟ إن شاء الله يكون معنا إن شاء الله الباب التالت السحور المقدمة، وهنبدأ نحل أسئلة على جزء اللي فات إن شاء الله رب العالمين، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. حلقة موفقة إن شاء الله يا مستر. ربنا يعزك. اتفضل حبيبي. اتفضل. احنا الباب الثالث باب مكمل لمجموعه الابواب السابقه، وعنوانه الرئيسي اسمه الصخور. نصغر بقى كلمه الصخور دي، يبقى المفرد بتاعها كلمه صخر. الصخر ده عباره عن جسم طبيعي. شفنا ان الصخر ده ممكن يتركب من معدن واحد، وكان مستر ايهاب قال لنا زي صخر الحجر الجيري او الرخام. وممكن الصخر يتركب من اكثر من معدن، وكل معدن له صفاته زي صخر الجرانيت. وده كان في مقدمة الباب الثاني، كان بيتكلم على المعادن، عشان وحدة بناء الصخر اسمها معدن. يبقى الصخر ده جسم طبيعي قد يتكون من معدن واحد وقد يتكون من اكثر من معدن. طب ايه انواع الصخور؟ قالوا الصخور 3. في صخر اسمه صخر ناري، وصخر اسمه صخر رسوبي، وصخر اسمه صخر متحول. يبقى الصخور 3 انواع، اما صخور نارية او صخور رسوبية او صخور متحولة. طيب واحدة واحدة بقى كده. الصخور النارية بيسموها ام الصخور،
أصل الصخور هي أول صخور تكونت على سطح القشرة الأرضية. الصخور النارية بيتكون منها الصخور الرسوبية والمتحولة. الصخور النارية يا مستر إيهاب صخور كتلية، صورة كتل. الصخور النارية صخور متبلرة أو متبلورة، تتبلور تتحول، يحصل لها عمليات جيولوجية، أستاذ إيهاب هيوضحها لنا كمان شوية إن شاء الله. الصخور النارية صخور غير ما سمية، وكلمة غير ما سمية لا تحتوي على مسميات، وبالتالي نستأذنك يا مستر محمد في فاصل قصير، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. رجعنا لكم تاني، والجيولوجيا للثانوية العامة مع مستر محمد اسماعيل. اتفضل يا مستر. شوف كده معايا تاني، فكرك الصخور النارية أم الصخور، صخور أولية تكونت منها مجموعة الصخور الأخرى. كل الصخور النارية كتلية متبلرة غير مسمية، غير مسمية لا تحتوي على مسامات. عشان كده يا مستر إيهاب الصخور النارية لا تعد خزانات نفطية، ما ينفعش تخزن أي سوائل وخاصة النفط. وكمان عشان كده الصخور النارية لا تحتوي على حفريات، مش ممكن نجد فيها حفريات بقايا كائنات حية، مش ممكن، استحالة. أي صخر ناري لا يحتوي على حفريات، أي صخر ناري غير متبلور. وبتتكون الصخور النارية مستر إيهاب عند تبلور الصهير عند انخفاض درجات الحرارة. يعني هي كانت صهير. نعم. يبقى مش ممكن نلاقي فيها أحفير. طبعًا أحسن. طبعًا. وتتكون في 3 مستويات، إما ناري جوفي في باطن الأرض، أو ناري بركاني سطحي على السطح، أو ناري متداخل يقع بين الجوفي والبركاني. من أشهر الصخور النارية صخر الجرانيت، وصخر البازلت، وصخر الإنديزايت. دي أشهر صخور نارية موجودة عندنا، هي بتتكون تبلور الصهير عند انخفاض درجات الحرارة. يبقى الصخور النارية كتلية متبلرة غير مسمية لا تحتوي على حفريات. تعال نشوف النوع الثاني من الصخور، اسمه صخور رسوبية أو صخر رسوبي. الصخر الرسوبي اصلا بيتكون من تفتت الصخور الاخرى، سواء ناريه او رسوبيه او متحوله. تتفتت الصخور، تتنقل بفعل عوامل النقل الطبيعيه، ثم يحصلها ترسيب وتتكون في صوره طبقات. عشان كده هي طبقيه، الصخور الناريه طبقيه في شكل طبقات. قالوا جميل.
وفي الغالب بتكون غير متبلرة، غير متبلرة. دي الصخور الرسوبية. الصخور الرسوبية في الغالب بتكون ما سمية، معظمها ما سمية، فيها ما سميات، لذا تعد الصخور الرسوبية خزانات نفطية. يعني ممكن أجد البترول والغاز الطبيعي في الصخور الرسوبية، استحالة أجده في الصخور النارية. الصخور الرسوبية تحتوي على حفريات. إذن لما في امتحان آخر السنة يقول لي صخور غير ما سمية ولا تحتوي على حفريات، على طول تبقى النارية. طب ما سمية وتحتوي على حفريات تبقى الرسوبية. الصخور الرسوبية أشهرها صخر الحجر الجيري والحجر الرملي والطفل أو الحجر الطفلي. طب النوع الأخير من الصخور اسمه صخور متحولة. الصخر المتحول قد يكون صخر ناري أو صخر رسوبي، بس اتعرض لعوامل الحرارة العالية أو الضغط الشديد أو كلاهما معا. الصخور المتحولة تجمع في صفاتها بين النارية وبين الرسوبية، عشان كده قد تكون متورقة وقد تكون كتلية. الصخور المتحولة قد تكون متورقة في شكل صفائحية زي البلورات الصفائحية، وقد تكون كتلية على شكل كتل زي الصخور النارية. الصخور المتحولة غير ما سمية، لا تحتوي على ما سميات، لذا هي لا تعد خزانات نفطية. الصخور المتحولة بقى قد تحتوي على أحافير بس مشوهة. إيه اللي شوهها؟ درجات الحرارة. يعني ممكن يبقى متحولة عن صخر رسوبي زي الحجر الجيري ده، ويبقى غني بالحفريات، فلما يتحول لرخام يبقى رخام فيه حفريات مشوهة. عشان كده من أشهر الصخور المتحولة الرخام والشست الميكائي والأردواز. هنفكرهم بحاجة بس سريعة، إن كلمة صخر جسم طبيعي صلب، وبعض الصخور لا تشترط أن تكون صلبة. فبعض الصخور مش صلبة زي صخر الحجر الرملي، ده مش صلب، ده مفكك، مفكك في شكل حبيبات، حجر رملي، حبيبات الكوارتز الأصل بتاعها في شكل رواسب فعلا. هيجي لنا بقى عالم جميل جدا بعد دقيقة اسمه جيمس هاتون، ده من مشاهير علماء الجيولوجيا. جيمس هاتون، جيمس هاتون جمع بين أنواع الصخور الثلاثة، سواء نارية أو رسوبية أو متحولة، ووضح تأثير الغلاف الجوي والغلاف المائي على الثلاث أنواع من الصخور في مجموعة من العمليات الجيولوجية، وهيطلق عليها اسم دورة الصخور. يبقى دورة الصخور اللي عملها عالم اسمه جيمس هاتون، جمع فيها بين أنواع الصخور الثلاثة في دورة واحدة، في رسمة واحدة، ووضح فيها تأثير الغلاف الجوي والمائي ومجموعة عمليات جيولوجية توضح لي فيها تحول الصخور من نوع إلى نوع آخر خلال مجموعة من العمليات الجيولوجية، هيوضحها لنا أستاذ إيهاب كمان شوية، اسمها دورة الصخور. يبقى اللي عملها العالم جيمس هاتون. أستاذ إيهاب اتفضل كده إن شاء الله يوضح لنا دورة الصخور، ونكمل إن شاء الله بعدها. اتفضل يا مستر. اتفضل يا مستر حبيبي. زي ما مستر محمد وضح دورة الصخور انها علاقة بتربط بين انواع الصخور الثلاثة، مش عايز الرسمة اللي في كتاب المدرسة تبقى هي اللي انا متأيد بيها، لازم ابقى انا فاهم كل عملية بتحدث. ممكن يجيب لي حاجة بالشكل ده، ادي صخور نارية رسوبية متحولة. نبص كده، دي كلها اسمها عمليات جيولوجية مختلفة. يبقى الصخر الناري ممكن يتحول لرسوبي والعكس، الناري يتحول لمتحول والعكس، المتحول يبقى رسوبي والعكس، بفعل العمليات الجيولوجية. طيب ايه هي العمليات الجيولوجية؟ هنبدأ بأول عملية، بس احنا مش هنشرح موضوع مصمت، انا عايز نبقى متخيلين الحاجة دي بتتم ازاي. هفترض ان انا عندي قطعة صخرية او جبل
وعندي قعر. اول عمليه بتحدث اسمها عمليه التجويه. الاسم مشتق من اللغه التجويه، اثر عوامل الجو من رياح وامطار، وتعمل على تفتيت وتحلل الصخور النارية او غيرها. ببساطة كده عايز افهم، يعني لو انا عندي صخرة واتكسرت تجوية، طب صخرة واتحللت، طبعا هيبقى كيميائية لان التحلل كيميائي، وتحدث بفعل عوامل الجو فسميت بهذا الاسم، وهي اللي بتفتت اسمها ايه؟ ميكانيكية، واللي بتحلل اسمها كيميائية. طب نشوف الكلام ده في الطبيعة بيبقى ازاي. دي الطبقة السطحية للصخر. عوامل التجوية ما بتأثرش الا على الطبقة السطحية للصخر، ما تقدرش على اللي تحت عشان مستغطية بيها، فبالتالي لازم دي تتكسر ولازم تتشال، يعني تتعرى لعملية التعرية. نبدأ بأول عملية اللي هي التجوية، عملية تكسير الصخر. معايا؟ أثر عامل الجو من رياح وأمطار، وتعمل على تكسير، تفتت، تجذب، نفس الكلمة، وتحلل الصخور النارية، لفتات من قطع صغيرة، وتحدث بفعل عوامل الجو. طب أنا كسرت الصخور، عوامل التجوية استمرت آلاف السنين تكسر لي طبقات الصخور. هتيجي بعد كده عوامل التجوية تشتغل في الطبقة رقم 2، مش هتقدر. يبقى لازم الطبقات دي إيه؟ تتنقل. يبقى تاني عملية اللي هي عملية النقل. يتم نقل الفتات الصخري اللي هو اللي اتكسر عندي اهو بعوامل نقل طبيعيه. ايه اللي ممكن ينقل لي الفتات اللي اتكسر؟ العوامل الخارجيه. تمام. اللي هي رياح، امطار، وامطار، سيول، انهار وثلاجات تنحدر بالجاذبيه. الثلاجه معلش مش موجوده في البيئه بتاعتنا، هي تشبه نوعا ما النهر، بس بدل ما بيتساقط هنا ميه لا بيتجمع جليد، وبتنزل كتله الجليد دي تتحرك. هي مش في البيئه بتاعتنا بس احنا لازم نتخيلها نهر والمنبع بتاعه متجمد. يبقى انهار جليديه. اه نعم. يبقى يتم نقل الفتات الصخري، تاني عمليه بعوامل نقل طبيعي، انهار وثلاجات تنحدر بالجاذبيه، تيارات الهواء في الصحراء، تيارات الماء في البحار. ايه اللي يحدث؟ نبص هنا، هنا ده تشيل، انا قلت كان متغطي، شلنا من عليه الغطا، فتحدث عمليه التعريه، فيتعرى سطح جديد اللي هو 2، وتستمر العوامل في التاثير على الطبقات لحد ما تاثر لي على الكتله الصخريه كلها وتنهيها. عشان كده ضرورة إزالة الفتات الصخري من على سطح الصخر لازم. وهنيجي في الباب الخامس إن شاء الله، هل الموضوع مستمر ولا له حدود معينة؟ هنعرف حدوده إن شاء الله، اللي هي مستوى سطح البحر اللي خدناه في الباب الأول. تمام. بعد عملية النقل بتيجي عملية الترسيب. هنا في أحواض ترسيبية مستر محمد قال الصخور رسوبية طبقية. طب ما احنا درسنا في الباب الأول يا جماعة الطيات والفوالق، ودي قلنا بتظهر في الصخور الرسوبية، الرسوبية لان لها طابع طباقي. نعم. ايه اللي خلاها بقى طباقية؟ ده الكلام بتاع النهاردة. عملية الترسيب هي العملية رقم 3. لما عامل النقل بتاعي سرعته تقل، يبقى سرعة عامل النقل هتقل امتى؟ تضعف قدرته على الحمل. تمام. بقلة الانحدار. تمام. او ضعف السرعة، يعني الرياح وهي ماشية اصطدمت بكتلة صخرية هتقوم مرسبها. النهر وهو انحداره، نفترض النهر انحداره شبه التلاجة برضو، انحدار النهر قل، ودي هندرسها في الباب الخامس، يبقى اكيد النهر به انحداره قل فسرعته قل هيرسب. ويتم الترسيب في احواض الترسيب اللي هي قاع البحار والمحيطات في صوره زي ما احنا شايفين طبقات افقيه متوازيه يزيد سمكها بتتابع الترسيب. يبقى اتكلمنا عن التجويه، النقل، الترسيب.
يبقى انا وصلت للترسيب ان في رواسب. طب ازاي الرواسب دي تبقى صخور رسوبية؟ بالعملية رقم 4 اللي هنسميها عملية التحجر او التصخر. احنا لما بنيجي نترجم كلمة روك بتعني عندي ايه؟ حجر او صخر. يبقى العملية اسمها التصخر او التحجر. انا دلوقتي هبدأ من هنا، انا عندي طبقات. طب وليه طبقات؟ ما كنتوا صغيرين وبتروحوا على البلاج كنتوا بيجيبوا الجردل البلاستيك وتحطوا فيه رمل، تضغطوا على الرمل تقلبوه يبقى كتلة حجر رملي. طب ده وانت صغير عملت حاجة زي كده بقوة ايديك اللي هي اللي حاجة ضعيفة. اما لما يبقى طبقات كده وارتفاعها بيصل الى 4000 متر، يا ترى ايه احساس الطبقة دي؟ هو ده التحجر. تتأثر الطبقات السفلى بثقل ما يعلوها فتتحجر وتتحول من رسوبيات، ناخد بالنا بقى، رسوبيات سائبة لصخور صلبة متحجرة. مش فاهمين؟ الرمل كلنا عارفين الرمل، كان رمل، اما حطيناه هنا وضغطنا عليه بقى ايه؟ كتلة. بقى حجر رملي. ده كمثال. والطين يبقى حجر طيني. يبقى تحجر اي صخر هيدي صخر باسمه، يبقى الرمل يديني حجر ايه؟ رمل. رمل والطين يدي حجر ايه؟ طيني. والجير يا مستر احمد يدي حجر ايه؟ جير. حجر جيري باسمه على طول. طيب يبقى الطبقات اللي فوق ضغطت على اللي تحت فعملت لها عمليه تحجر او تصخر فتحولت من رواسب سائبه الى صخور صلبه. تمام. وانا قدامي دلوقتي منظر كتل حجر رملي اللي موجوده قدامي، كتله حجر رملي موجوده في اسوان في المنظر اللي قدامنا متكونه بشكل جميل جدا، وقدامنا في المنظر هنبقى نشوفها. تمام. طيب تاني العمليات قلنا التجويه، النقل، الترسيب، التحجر. التحجر انا حصلت على ايه؟ حصلت على صخور رسوبيه. نعم. تمام. انا بقى هبدا مرحله تانية. الصخر الرسوبي اهو، سطح الارض اهو. ليه؟ هو يا مستر عمليه الترتيب شغاله؟ شغاله لحد مقاع البحر هيتقفل بالرواسب ونهاية الترسيب عند مستوى سطح البحر. بقت عندي صخور رسوبية. في مناطق يا جماعة فيها، أنا أتكلم عن عملية التحول، في مناطق فيها عدم استقرار في الطبقة السطحية، يعني قريبة من مناطق الرمال المتحركة كده، فالصخور اللي فيها هتهبط. كل ما الصخرة هيهبط عكس ما بنرتفع، كنا عارفين لما بنرتفع الضغط والحرارة بيقلوا، لما بهبط هيتعرض لارتفاع في الضغط والحرارة. ارتفاع الضغط والحرارة هيغير المعادن والنسيج. ليه؟ عشان الصخر يتلائم ويتوازن مع الظروف الجديدة ويديني نوع جديد اسمه صخر متحول. ما هي قدرة الخالق ان البني ادمين كانوا كلهم سلالة واحدة، واللي راح قعد في اوروبا بقى له شكل، واللي قعد عند خط الاستواء تحول برضه، بس احنا بنسميها تكيف في الصخور اسمها تحول، بيتعرض لارتفاع في الضغط والحرارة فبيدي صخر جديد. الصخر الناري. بس الصخور المتحولة ناري او رسوبي او حتى المتحول لو اتعرض لظروف اعلى من الضغط والحرارة بيبقى صخر متحول. تمام. تاني يبقى عملية تحول في المناطق اللي ما فيهاش استقرار في الطبقة السطحية. تهبط. الصخور بتهبط لأعماق كبيرة. تتعرض لارتفاع في الضغط والحرارة، ودول بيغيروا المعادن والنسيج عشان الصخر يتلائم ويتوازن مع الظروف الجديدة. ودي هندرسها في الصخور المتحولة. نعم. زي الرخام كده. تمام. تمام. طيب. بعد التحول. حاضر. لا أنا هرجع تاني برضو الخطوات بتاعتي عشان الطالب يبقى فاهمها كويس أوي. تمام. تجوية. قلنا تجوية. نقل. نقل.
ترسيب، تحجر او تصخر، تحجر او تصخر ثم تحول. اعكس. التحجر، التحول، التحول. يبقى انا كان عندي صخر رسوبي ماشي، هبط، اتعرض لضغط وحراره، بقى صخر متحول. متحول. انا وقفت هنا. نعم. الصخور المتحوله لما تتعرض لارتفاع اكبر في الضغط والحراره تتحول الى صهير او ماجما، لان المعادن بتبتدي تنصهر. بدايه الباب الثاني كنا قلنا ان الصخور الناريه تكونت من تبلور الصهير. طب الصهير بقى ده انا نازل نازل وده سطح الارض، الضغط عمال يزيد، نازل الضغط والحراره بيزيدوا. طب لما الصهير يرتفع لاعلى هيتعرض لانخفاض في درجات الضغط والحراره فيكون صخور ناريه. ممكن تطلع على السطح تبقى بركاني، او تتكون في باطن الارض تبقى جوفيه زي الجرانيت، او بينهما. تاني، المراحل السبعه، هل بالضروره ان المراحل السبعه لازم تحدث؟ لا، ممكن تحدث بعد عمليه التحجر، الصخر الرسوبي يطلع لي على سطح الارض تاني ويتحدث للعمليات وهكذا. ده بالنسبه لدوره الصخور. الرسمه يا جماعه مش لازم نمسك في الرسمه بتاع كتاب المدرسه دي، بتعبر عنها برضو اما يجي يوصف لي عمليه. بمعنى رسم لي هنا صهير وقال لي هنا صخر ناري او رسوبي او متحول، اي صخر ممكن يسميه باسمه، جرانيت او بازلت، العمليه اللي هنا هتبقى ايه؟ انصهار. طب لو الصهير العكس، الصهير بقى ناري، تبريد او تبلور، او تبريد وتبلور متلازمتين. طب الناري هيبقى متحول، ضغط وحراره، يبقى ضغط وحراره. طب المتحول هيبقى ناري برضه، يرجع تاني ايه؟ برضه تبريد وتبلور. ماشي، هينصهر ويرجع، ينصهر ويتبلور، يرجع تبلور. طيب المتحول يبقى صهير بايه؟ بالانصهار. بالانصهار. اي صخر يقدر يتحول من نوع لاخر، مش عايز ابقى ماسك في الموضوع. لو ناري رسوبي يبقى تجويف. اي صخر بيتحول من نوع للاخر عن طريق العمليات الجيولوجيه المختلفه اللي شفنا، اللي وضحها جيمس هاتون. بالظبط بالظبط، تاثير الغلافين. احنا اتكلمنا عن موهس، وده من العلماء المعادن. حاضر. موهس ده عالم، اتكلمنا عن مقياس الصلاده، وخدنا جيمس هاتون مستر محمد قال عليه الصخور، اللي هو دوره الصخور. هناخد العالم الثالث اللي هو بوين. بوين كان على درجة عالية جدا من العبقرية، وكان عايز يدرس الصخور النارية. دراسة الصخور النارية هتتم ازاي؟ عايز الصهير، عشان اشوف الصهير ده هيديني ايه بالظبط. بوين ابتدى يدرس الصخور النارية من الصهير. طب الاول عايزين ندي مقدمه عن الصخور الناريه بقى. الصخور الناريه بتتكون من ايه؟ تاني سطح الارض في عمليات رواسب تحجر، معايا صخر رسوبي متحول صهير، ادي الصهير اهو في بطن الارض، ده السطح. الصهير ده عباره عن ايه؟ لما اجي اتكلم عن الغلاف الجوي، معادن، بتكلم عن الغلاف الجوي، يبقى بتكلم عن النسب بتاعه العناصر فيه، غازات، تمام، تركيبه. هتكلم عن الصهير. الصهير ده عباره عن ايه؟ قال الصهير عباره عن سائل لزج يوجد في الوشاح العلوي الاسينوسفير باب الاول. نعم. ويحتوي على العناصر الثمانيه. نعم. اللي هم الاكسجين، سيليكون، الامونيوم، بتوع مقدمه الباب الايه الثاني، حديد، كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم. تمام. في معادن السيليكات، يبقى مجموعه السيليكات، وغازات اهمها بخار الميه.
عشان كده البراكين القديمة في الباب الأول خرجت منها كميات هائلة من بخار الماء. كميات بخار الماء هي اللي كونت البحار والمحيطات القديمة في الماء. سائل لازج. عايزين معادن السيليكات دي هتنفعنا كتير قوي في الشغل بتاع الباب التالت. كانت الأوليفين والبايروكسين. المعادن الست. هنرجع لبوين تاني ونشوف بوين عمل ايه. جاب الصهير وابتدى يدرس تبريد الصهير. اول ما الصهير بيبرد ده الجزء الاول من الصهير وده 50% المتبقية. بوين قال لما الصهير بيبرد تبلور او تبريد او تبلور الصهير بتتكون معادن اللي هي بتاعت السيليكات غنية بعناصر المج كافي. بالظبط. لسه مستر احمد مشربنا مج كافي بره اهو. مج كافي مغنيسيوم وكالسيوم وحديد. تمام. تلات عناصر ما يتنسوش التلات عناصر. يبقى عند تبلور الصهير بتتكون معادن اللي هي معادن السيليكات اللي احنا لازم نبقى عارفينها كويس جدا. اكتبها يا مستر. حاضر هكتبها. اكتبها دلوقتي. اللي غنيه المعادن غنيه بعناصر مج كافي. طيب ولما 50% من الصهير بيتبلر يختفي المج كافي تختفي العناصر الثلاثه السابقه ويصبح الصهير غني بالبوتاسيوم والصوديوم ويزيد محتواه من السيليكون. هننساها دي، احنا في مج كافيه هنفتكره. طب خلاص كان ناسي. يبقى العناصر اللي بتتكون بعد المج كافيه او في المرحله الثانيه البوتاسيوم والصوديوم والسيليكا. يبقى انا معنى كده ان انا عندي الصهير اهو والصهير هيبتدي يبرد. يبقى بدايه التبلور عندي عناصر ايه؟ المج كافيه. المج كافيه. يبقى انا لو جيت اربط العلاقه بين درجه الحراره والعناصر المغنيسيوم كل ما الحراره بتزيد في الحراره العاليه كل ما الحراره بتزيد درجه الحراره هنا هتزيد. يبقى المج كافيه فيهم عالي. طيب لما ببعد نسبه السيليكا بتزيد خلاص عن الحراره والبوتاسيوم والصوديوم نسبتهم بتايه بتزيد. تاني باختصار تاني لما الصهير بيتبلر بيبرد بيتصلب البركان. يا جماعه لما بينزل بالصهير قدامنا بنشوف اول جزء بيبقى صلب والجزء اللي تحتيه لسه منصهر بيبقى غني بعناصر المج كافيه. 50% يختفي المج كافيه يبقى غني بالبوتاسيوم والصوديوم والسيليكا. هو مش لازم في السؤال بقى يقول لي الثلاثه مع بعض. عند تبلور الصهير يبقى غني بالحديد كفايه اوش. مجموعة السيليكات أوليفين. تمام. مجموعة السيليكات بالضرورة جدا لازم نعرفها قبل ما نتكلم عن مخطط بوين أو متسلسلة بوين أو تفاعلات بوين. مجموعة السيليكات بتضم ست معادن أوليفين بيروكسين أمفيبول فلسبار مايكا كوارتز. المسميات التانية للشيء الفلسبار نوعين أرسوكليز وبلاجوكليز. يبقى هو لو جي قال لي غني بالأرسوكليز بيقصد الايه الفلسبار. والمايكا اتنين سوداء بايوتايت اللي هي السوداء ميسكوفايت اللي هي البيضاء. اول المعادن تبلرا الاوليفين اخر المعادن تبلرا الكوارتز. معلش كده عايزين نعرف حاجه. انا دلوقتي اهو وعندي صخره هيبتدي يتكون اول معدن هيبتدي يتبلر بيتكون عنده حرارة عالية الأوليفين وآخر معدن الكوارتز.
طب لو انا العكس وابتديت اعرض للحراره، في حراره، الحراره طبعا هتيجي من اقل للاعلى، يبقى مين اول المعادن انصهارا؟ كوارتز. ومين اخر المعادن انصهارا؟ أوليف. يبقى معنى كده نرجع تاني على بدايه بوين، بتتكون معادن غنيه بعناصر ايه؟ هو بيقصد المعادن دي كافيه. مغنيسيوم، حديد، وكالسيوم. نعم، يبقى ده الاوليفين والبيروكسين. الست معادن دول هينفعونا جدا، هنفهم منهم يسار بوين، هنفهم منهم التركيب المعدني للصخور الناريه، هفهم منهم كمان لون الصخر الناري، لان لون الصخر الناري هيرتبط بالمعادن السته، تركيبه المعدني منهم يسار بوين هنجيبه من هنا ان شاء الله. نبدا بمخطط بوين او متسلسله بوين او تفاعلات بوين. بوين بيضم نوعين من التفاعلات. اول تفاعل اسمه التفاعل المتصل او يمين بوين، يعني بيكون في حاجه واحده بس، انا دخلت هعمل شيء، هعمل شاي ليا بالنعناع، لمستر احمد بالقرنفل، لمستر محمد هعمله له بالياسمين، حبيبي كله شاي. فاول تفاعله المتصل بيكون حاجه واحده، في الاسبار، في الاسبار حاجه واحده. مش اتنين، ده بس في الاسبار بانواعه بقى بالظبط. انما لو هو غير متصل او متقطع هيتكون كذا معدن، المجموعه الاخرى بالظبط. تفاعل متصل يمين بوين بيكون في الاسبار غني بالكالسيوم. نعم، في الصبار غني بالكالسيوم والصوديوم. تمام، وبعدين في الصبار غني بالصوديوم. تمام، في الاخر هو في الصبار، يبقى بيكون في الصبار غني بالكالسيوم، كالسيوم، صوديوم، صوديوم. ده التفاعل المتصل او يمين بوين. طب نشوف سؤال كده بيقول لي ايه التفاعل المتصل او يمين بوين، اخر ما يتكون فيه هو في الصبار الغني بالايه؟ صوديوم. تفاعل متصل بداية تكوينه في الصبار غني بالايه؟ كالسيوم. بالكالسيوم. ناخد بقى التفاعل غير متصل، اكيد هيبقى هنا أوليف. اوليفين، بيروكسين، انفيبول، مايكا، كوارتز. قبل في الصبار هنا في مايكا سودا بتبقى موجوده، ده التفاعل الغير متصل او متقطع. يسار بوي. نعم، اوليفين، بيروكسين، ايوه، انفيبول، تمام، مايكا سودا اللي هي البايوتايت. تمام، بعد ما بيكون المايكا السودا والفلصبار بتبتدي تتكون معادن تانية اللي هي الفلصبار الأورثوكليز، ثم المايكا، واخر المعادن تبلورا الكوارتز. يبقى تاني الجزئية دي الاوليفين اول المعادن تبلورا في حرارة عالية. نعم، وهنا اخر المعادن تبلورا في حراره منخفضه. حكايه الانصهار يا جماعه، العكس، الانصهار اول معدن هينصهر الكوارتز، اخر معدن هينصهر الاوليفين. فكده عرفت يسار بوين ويمين بوين او التفاعل المتصل والغير متصل. نعم، نبدا بقى ناخد لمحه عن الصخور الناريه معايا اللي مستر محمد ادانا البدايه بتاعتها، وادينا بالصدفة أشهر صخر ناري موجود عندنا اللي هو الجرانيت، وده بنستعمله من أشهر الصخور في أعمال البناء، وهنعرض عليكم إن شاء الله قريب جدا مجموعة من الصخور. الصخور الناري عرفنا إنها بتتكون من الصهير، وعرفنا تفاعلات الصهير، وعرفنا مجموعة السيليكات. نعم، معايا. هنتكلم عن الصخور النارية، ايه هو اسس او اساس تقسيمها حسب النسيج؟ قال لي حسب النسيج اللي هو بيعتمد على مكان سرعة التبريد او مكان التبلور. تمام، التقسيم التاني حسب التركيب المعدني والكيميائي، اللي بيعتمد على التركيب الكيميائي اللي هو اني مجموعه كيميائيه ان شاء الله نشرحها المره الجايه ان شاء الله كامله. تمام، يعني تقسيم الصخور الناريه
حسب النسيج وحسب التركيب المعدني او الكيميائي. تمام يا مستر؟ ماشي. حسب النسيج والتركيب الكيميائي او المعدني. تمام. تمام. هنبدا اول تقسيم حسب مكان التبلور. هنتخيل تاني معلش ده سطح الارض اهو. ده الصهير اللي موجود فيه خزانات الماجما، ودي غرف مؤقتة بتبقى موجودة تحت الأرض. الصهير هيبتدي يبرد فين؟ مش عارف. في ثلاث احتمالات: انه يطلع يبرد على السطح من خلال بركان، او يبرد في باطن الأرض، او يبرد بين السطح والباطن. يبقى انا عندي كام احتمال؟ ثلاثة. ان الصهير او الماجما يبرد في باطن الارض، عندي ثلاث احتمالات: كون في باطن الارض او على السطح او بين السطح والباطن. تمام. هاخد الاحتمال الاولاني، الصخور البركانيه. يبقى على السطح. نستاذنك فاصل قصير يا مستر ايهاب، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. تاني والجيولوجيا للثانوية العامة مع مستر إيهاب جابر، اتفضل يا مستر. قلنا الصخور، الصهير هيبرد هيكون ثلاث أنواع من الصخور. لو على السطح هتبقى صخور نارية بركانية، واضح لأنها بتتكون من البركان. لو في الباطن صخور نارية جوفية أو باطنية. لو بين السطح والباطن يبقى حالة متوسطة اسمها الصخور النارية المتداخلة أو تحت سطحية، وهنتكلم عليها الحصة الجاية إن شاء الله، إن شاء الله في اللقاء الجاي. وبتمنى بس مجموعة السيليكات المعادن الستة يتحفظوا كويس قوي، وابقى عارف ترتيبهم لأنهم هيفيدوني كويس جدا، وربنا يوفقكم إن شاء الله. اتفضل يا مستر إيهاب. أحسنتوا أساتذتنا الأفاضل. نبدأ نشوف بقى الأسئلة، يا ريت المخرج بتاعنا يجهزها لنا الأسئلة الأساتذة الأفاضل مجهزها لنا. نشوف مع بعض كده الصفحة رقم واحد. كده السؤال الاول بيقول: كل هذه البلورات محاورها متعامدة يعني 90 درجة متساوية، ما عدا بلورة النظام ثلاثي الميل. اكيد يبقى ثلاثي الميل لجميع محاوره مختلفة وغير متعامدة. تمام. ولازم ابقى مركز ان الرباعي والمعين القائم والمكعبي دول بيشاركوا في انهم محاور متعامدة. تمام. عندما تكون المحاور بذرية الثلاثة افقية والرابع محور رأسي وبها مستوى تماثل افقي، يكون النظام البلوري هيبقى سداسي طبعا، لان يستحيل ان يبقى فيه تماثل افقي الا في النظام الايه؟ السداسي. اما الثلاثي ليس له مستوى تماثل افقي. طب مستر محمد، السداسي والثلاثي بيشاركوا في انهم فيهم كم محور؟ اربعة. ثلاثة ايه؟ ثلاثة افقي والرابع رأسي. والثلاثة الافقية بيشاركوا متساوية. في ايه؟ متساوية في الطول والزوايا. تمام. النظام البلوري الذي يشمل ثلاث محاور بلورية مختلفة في الطول وغير متعامدة برضو هيكون ثلاثي الميل اللي كان معانا في السؤال الأول. نقطة رقم أربعة: النظام البلوري الذي يشمل ثلاث محاور بلورية مختلفة في الطول ومتعامدة. مختلفة في الطول ومتعامدة. ها؟ مين؟ المعيني. المعيني القائم. تمام. يتميز معدن الماس بأن بريقه من النوع اللافلزي وكان مسمى باسمه ماسي. ماسي. يتميز يتركب معدن المالكايت من كربونات نحاس مائية. يا معدن قدام الاحجار الكريمة. نعم. لونه اخضر ثابت طبعا. تمام. نشوف مع بعض الصفحة رقم 2. وصلاته طبعا معدن أكبر المالكايت اكبر من 7.5. اي نعم. حجر كريم اوتوماتيك اكبر من 7.5. تمام. يتركب معدن السيفادرايت من كبريتيد الزنك ضمن مجموعة الكبريتيد. يمكن لمعدن الأباتايت أن يخدش التلك، لأن الأباتايت صلاته 5. نعم. كوارت 7، التوباز 8، الماس 10. تمام. يخدش معدن التوباز جميع المعادن التالية ما عدا كوراندوم. ما عدا كوراندوم 9. الانفصام في معدن الهالايت من النوع مكعبي. تمام. الهالايت مكعبي، الكالسايت معيني.
الانفصام في معدن الهالايت مكعبي، تتميز غالبية المعادن في الطبيعة بمكسر مسنن، مسنن طبعا، وكان عندنا الكوارتز لو مكسر محاري، في مكسر خشن طبعا. كل مما يأتي من مميزات معدن الجالينة. حلوة الأسئلة. الجالينة لازم نربط لأنها موجودة في كذا جزئية في الباب، يعني أنا الكتاب لو مفتوح قدامي مش هينفعني كتير، لازم ابقى مربط معلوماتي كلها. تمام. وزنه النوعي 7.5. تمام. بريكو فليزي. نعم. مجموعة الكبريتيدات. نعم. ها. يبقى أكيد مش انفصامه. لأنه انفصامه مكعبي بيشارك. نعم. مع الهالايت. نعم نعم. ينتمي المعدن الذي وزنه النوعي 7.5 مجموعة، لسه كان معانا في السؤال اللي قبله مباشرة، الكبريتيدات. كده كنا رجعنا على الأسئلة على باب المعادن بسرعة مع أولادنا، والمرة الجاية إن شاء الله يكون أسئلتنا كلها في باب الصخور. ويكون ان شاء الله ممثله لكم ان شاء الله في اسئله تواكب امتحان هذا العام، وان شاء الله يكون مواكبه لكتاب مدرس على الهوى. كتابنا جميل جدا ومحقق اهدافنا هذا العام، ومتوازن مع مستويات متوسط وفوق متوسط وممتاز. لازم تكون الماده العلميه تكون تشمل كل المستويات. اوعى حد يقول لك ده مستواها متوسط، طب ماشي ده مستواها عالي، لا مستوى لا، احنا لازم نشمل في مادتنا العلميه كل المستويات. فالكتاب بيحقق لنا الهدف ده، ان احنا كل المستويات معانا. حاجة تانية مطلوب منك في مرحلة جاية حل كتير، كتابنا هيضيف لك للكتب اللي انت خدتها، هيضيف لك معلومة، هيضيف لك فكرة، هيضيف لك سؤال. عشان كده ولادنا ننصحهم الفترة الجاية ان شاء الله يحلوا كتير، ويكون معاهم ان شاء الله كتاب مدرس على الهوى لتفوقهم بإذن الله. مستر إيهاب، الجزء التاني ان شاء الله من الكتاب هيبقى وجبة دسمة جدا للطالب، فيها نماذج امتحانات بكميات كبيرة جدا مطابقة لأحدث وضع للأسئلة. الامتحان النهائي يا شباب، لو جينا نبص على الامتحانات اللي فاتت، بص على كل الامتحانات اللي نزلت قبل كده، هتلاقي الامتحان ليه مستوى، ان كان في نقطه نقطتين فيهم معايا ذكاء. طبعا الموضوع هيختلف معنا شويه، بس احنا طبعا هنبقى جاهزين لكل الاحتمالات لاي وضعيه سؤال ان شاء الله. جميل، احسنت استاذتنا الفاضل وشرفتونا، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله قريب. وتمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح دايما لطلابنا الاعزاء. شكرا لكم. شكرا لكم المخرج والاستاذ الفاضل. شكرا. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0-163-56-296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء.